فكره ايه برضو المساله ان انا مش قادره اجاهد لو قطعت صلاه دلوقتي رجعت الحمد لله، لكن اللي قطعته او اللي سابته فكره ان اتعوضه، هل التعويض واجب؟ تعويض الصلاة طبعا واجب، وفي يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني منهم من قال انه التعويض يبقى ان انا اصلي الصلاة دي، ان انا مثلا يعني هي بتقول وقفت اسبوعين، يبقى انا اصلي الاسبوعين دول اوزعهم مثلا على الفرائض، يعني مثلا كل ما اصلي ظهر مثلا اصلي معاه ظهر وهكذا لغاية لما تنتهي المدة. وفي ناس قالت لا، يعني ممكن ان احنا نكسر بس من النوافل باعتبار انه يعني انا مش هقدر ان انا مثلا واحد مثلا قعد سنتين ثلاثة وهكذا، فهعمل ايه، هعوض ازاي، فاكسر من النوافل. فالمسألة يعني خلافية، لكن مسألة بقى مجاهدة النفس فالحمد لله انك وفقتي لانك بتجاهدي نفسك على السنن، وده اللي قلناه للاخت السائلة في ايوه الاول ان هي كانت بتجاهد في الفرائض، فالحمد لله انك وفقتي لهذا، ولكن